ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي طبعا معنا مع فقرة الصحة والرشاقة مع ضيفي اللي منورني ومشرفني النهاردة، دكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، منورني. منور. ده من حسن حظ مدام نهى إن هي سألت السؤال ده قبل الفقرة بتاعتك. سمعته. فإحنا عايزين نرد عليها، لأن هي قالت ابني 13 سنة وهو حبيبي يحب الأكل، وبعدين الكوتش بتاعه بتقول منعه من الأسماك وما بياكلش إلا فراخ بس. انا بصراحه يعني عجزت عن الرد على هذا السؤال، لان انا عارفه اجابته، بس انت لازم توضح لنا يا دكتور احمد. هو انا عشان اوضح لازم الاول احط فكره في دماغ الانسان. اتفضل. اللي هو ما تسمعش غير من مختص. تمام. هو شاطر رياضيا، دي حاجه دي مجال دراسته. اوكي. بس انا كدكتور احمد واحد من اعضاء شركه اون تارجت فارما. ايوه. ما رحناش وظفنا مدربين، وظفنا دكاتره. صح. ليه؟ عشان كريتيكال بوينت زي ديت او معلومه بالقوه ديت ما ينفعش تطلع. أيوة. غير من انسان مختص. تمام. بمعنى انا دلوقتي عندي طفل 13 سنه بيبني جسمه. صح. ازاي امنعه من السمك؟ لو اللحمه ما بياكلش لحمه. ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ طب على اي اساس طبي؟ أيوة. طب انا ممكن امنع واحد كبير من اللحمه عنده 40 حاجه و40 سنه عشان يوريك اسيد عالي او حاجه زي كده؟ نقرس والحاجات دي. انت عملت له تحليل؟ طب انت اكيد ما عملتش، لان انت اديت له. وايه وجهه نظر يا دكتور انه ممكن يمنع اللحمه والسمك؟ وجهه النظر الوحيده اللي ممكن افهمها من السمك انه مثلا يكون عنده حساسيه يود. ودي مش موجوده، يعني ما كانت مامته اكيد هتعرف. ايوه، لو كان كل سمك قبل كده ومنعه دلوقتي يبقى هو انسان طبيعي. فهي ممكن يكون حاجه تانية مثلا في تفكيره، ان هو السمك بيتهضم بسرعه فالطفل هيجوع. بس ده اتس نوت جود اكسكيوز، يعني ده مش عذر. صح. يعني عذر مظبوط. صح. فده يرجعنا لنقطه ان لازم طبيب مختص هو اللي يحط الدايت بلان. عشان كده احنا في الشركه التغذية. عندنا مش هنطلع نتكلم بس على المنتج اللي احنا طالعين نتكلم عليه، لا، احنا بنقدم منتجين في الشركه. الانسيليوم اللي هطلع هشرح دلوقتي للناس كل حاجه عنه، والحاجه الثانيه الاهم من الانسيليوم واهم من اي حاجه في الدنيا، الفريق الطبي المختص. يبدا يقول لك تاكل ايه، ما تاكلش ايه، تاكله امتى، تستخدم الانسيليوم امتى. احنا الانسيليوم ده جوه جمهوريه مصر العربيه بس ولا بيبقى بره مصر؟ عندنا الاثنين. بجد؟ عندنا احنا الحمد لله ماركت ليدر في السوق المصري، احنا رقم واحد في السوق المصري في مجال التغذيه. وفي عندنا شحن خارجي كمان. والله. طب ما شاء الله، دي فرصه كويسه. طبعا الحمد لله. طيب خلاص، يعني حضرتك تابعي برضو مدام نهى، ولا الولد ياكل كل حاجه يبقى في تنوع، طبعا حقه يزهق. تمام. احنا مش بس في الشرق الاوسط، يعني هو عنده شهيته حبيبي. انا ان شاء الله طالع اوروبا قريب كمان، طالع اتكلم على الانسيليوم في اوروبا ما شاء الله. فالموضوع عندنا الحمد لله يعني وصل وورلد وايد، ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه الانسيليوم هيبقى موجود في العالم كله باذن الله. باذن الله يا دكتور. طيب احنا نبدا بقى موضوع حلقتنا النهارده. احنا بنتكلم على الاشخاص اللي تخطوا سن الـ40. كويس. تمام. هنتكلم عنهم بقى في مشكله السمنه اللي بتظهر، وهم بيبقوا يعني يتعاملوا ازاي بقى مع هذه المشكله ابتداء من العمر ده. حلو. للناس اللي خدت بالها في هذا العمر، والناس اللي عدى بيها كام سنه كده وبدات عايزه تلحق نفسها. كويس. طب هو ليه اصلا بنحس بالسمنه بعد سن الـ40؟ السؤال ده مهم قوي ولازم نطرح قبل النقطه دي. تمام. اللايف ستايل بتاعتنا بنيجي عند سن 37 38 40، طبيعي الانسان بيبقى ويل اكسبيرينس، بقى عنده خبره كافيه في مجال. صح. شغله. فبيترقى. صحيح. الترقيه ده بتخليه يشتغل اعمال مكتبيه. فاول مشكله لو كان حتى وهو صغير بيبذل مجهود عضلي وبدني. بالظبط. دلوقتي كبر بقى قاعد على مكتب. انتخ. قعده المكتب مش بس بتخليه ما يعملش رياضه او ما بيعملش مجهود بدني، هو بيبقى مسؤول من على التيم تحته. ايوه. فبالتالي عدد ساعات شغله على المكتب بتزيد، بتبقى اطول. فعدد ساعات شغله على المكتب بتزيد، مجهود بدني اقل. دي نقطه. تاني نقطه ان بعد سن الـ40 الهرمونات بتتغير في الجسم. عند الرجل والمراه. اوكي. عند السيدات ممكن تبدا انقطاع الطمس وحاجات زي كده، ممكن تبقى طبعا في مراحل مبكره زي الـ40 بتوصل الـ50. تمام. بس احنا بنتكلم في تقريب العمر، يعني رينج العمر الاربعينات لغايه 50. ايوه. تمام. الهرمونات بتختلف. تمام. وعند الراجل برضو الهرمونات بتاعته بتختلف تماما. تغيير الهرمونات ده بيعمل سمنه. مش بس كده، بيخلي المزاج مش رايق. صح. صح. طب المزاج بيروق ازاي؟ بيبقى سوينج مود كده، الواحد متغير جدا. المزاج بيروق ازاي؟ بالاكل. على طول. فبالتالي صح. كل اللايف ستايل بتاعنا عند سن الـ40 بيتغير. تمام. فبتلاقي سمنه، بتلاقي كرش الـ40. ايوه. ده طبيعي. انت لو حضرتك لو ركزتي في اي حد فوق الـ40 حتى لو كان فت قبل الـ40 بتلاقي عنده بطن صغيره كده. هتلاقي زي اديك مثال صغير قوي، احنا في قناه الاهلي. ايوه. تلاحظيه في لعيبه الكوره طبعا بعد الرياض، ما هو كان بيبقى بقى كوتش بقى خلاص، دلوقتي بقى مدرب، ما بقاش زي الاول. كان الاول لعيب بيجري رايح جاي كان رفيع.
لما بيوصل سن ال 40 خلاص مفيش لعيبه بتلعب في سن ال 40، فتلاقيه وزنه زاد. ليه؟ المجهود البدني اللي كان بيعمله قل. صحيح. فجسمك بقى ياخد، هنا بقى اللعبه النقطه، جسمك بقى ياخد سعرات اكتر من اللي هو محتاجها. طب انا بقى بقيت كده، ايوه حضرتك كنت بلعب حاجه وبطلت عشان حتى الرياضه، بس عشان الرياضه. حضرتك لسه بتقولي لي عايزه تقلي 3 4 كيلو. لا سبعة. لا انا قلت قلت لك ماكسيمم 2 3 كيلو. الدكتور خايف عليا اختفي بس. يا فندم ما انت فعلا ما فيش. لا يا فندم هنمشي مع بعض حوار الناس اللي تحكم. ماشي، ربنا يخليكم. فحته نرجع تاني لنقطه الاناسيليوم. هنا بقى الاناسيليوم هيعمل معايا ايه؟ قبل ما اقول هيعمل معايا ايه؟ الاناسيليوم عباره عن ايه؟ ايوه. الاناسيليوم هو التطور اللي العلم وصل له لبالونه المعده. كويس جدا. كان زمان بيحصل فتح جراحي، بنحط بالونه المعده وبعد 6 شهور بنفتح نشيلها. ايوه. بيبقى حجم المعده تقلص. صحيح. بعد كده اتطورنا شويه، بقينا بتقعد 6 شهور وهي تنزل لوحدها. ايوه. التطور الثالث اللي هو فيه الاناسيليوم، بتاخد كل يوم بالونه معده، هو الجسم بيتخلص منها يوميا. كويس. تمام؟ فهو البديل والتطور الطبيعي اللي حصل في بالون المعده. بيتعمل ايه بالونه المعده دي؟ بتدخل تملى 3/4 حيز المعده. كويس. ازاي؟ هو عباره عن اكياس فقاره. بتحط الكيس على كوبايه ميه. بتشرب كوبايه الميه بعديها كوبايتين ميه قبل الوجبه بنص ساعه. كويس. ليه؟ عشان البالونه تكون اخذت الحجم المناسب خلال النص ساعه دي. تبقى افكتيف، يعني فعاله. نقول خمرت. حلو كده بلغه المطبخ؟ حلو. حلو بلغه المطبخ. ماشي. خمرت في المعده، فبالتالي خدت الحجم الكامل ليها. شفت حضرتك لما تحطي الخميره وبتسيبيها بتعمل ايه؟ ايوه. بتنفش. ده اللي بيحصل في المعده بالظبط. بتنفش في المعده، فلما حضرتك تيجي تاكل بتلاقي ان ربع حيز المعده بس اللي موجود. ده بقى يرجعنا لنقطه ايه؟ سن ال 40. ليه؟ احنا قلنا ان في سن ال 40 انت بتدي لنفسك سعرات حراريه اكتر من اللي جسمك محتاجها. يعني بتاكل وجبات اكتر من اللي جسمك محتاجها. طب ازاي تقلل الوجبات ديت؟ ان انت تدخل حاجه تخدع المعده ان هي مليانه اكل. اوكي. فبالتالي اكلتك تقل. فبالتالي جسمك يبدا ينزل. كويس. بكل بساطه كده عشان المشاهد يفهم احنا بنقول ايه. مش هطلع اقول لك ده بيخس وخلاص، لازم تفهم اليه عمل المنتج اللي انت بتاخده في جسمك. كويس. ده الاناسيليوم. مع الاناسيليوم اللي انا باكد عليه الفريق الطبي المتكامل اللي بيبدا يطبق الاناسيليوم. كويس. حضرتك لما بتروح لاي دكتور مش بيكتب لك علاج بس، بيكتب لك علاج وطريقه استخدام. ومتابعه معايا بقى يا دكتور. اكيد. وطريقه استخدام بقى مهمه قوي. ليه؟ صحيح. حضرتك هديك كيس واحد بس في الاسبوع في اليوم. ليه؟ عايز اخس 7 كيلو، انا بقول لك هم 2 كيلو بس، انا عارف. ده بناء على ايه؟ انا شايف البودي فريم عندي عامل ازاي، شايف اللايف ستايل بتاعك عامل ازاي، بتقومي بدري، بتشتغلي، في اداء عضلي، بتشيلي، بتحطي، فبالتالي هتحرقي معايا بسهوله. كويس؟ فانا مش محتاج احط جسمك في ستريس، هو باقل عجز في السعرات هيخس معايا. كويس. تمام؟ طب حد تاني قاعد على مكتب، ممكن اديله كيسين في اليوم، 3 في اليوم. ده مين اللي هيحدده؟ الفريق الدكتور طبعا الطبي. هيخليك تملى ابلكيشن مهم جدا. التقرير اللي حضرتك هتملاه كل تفصيله فيه اهم من الثانيه. كويس. ليه؟ كل تفصيله فيه بتخليني امشي في تراك في نظام الدايت بتاعك. يعني انا راجل قاعد على مكتب زي دلوقتي. فلازم افهم ان انا ما ينفعش اديك مثلا سلاك مع الاناسيليم عشان سلاك ده عايز واحد بيلعب رياضه. طب انا كاحمد نوبل مثلا راجل رياضي، لا ادي معاه سلاك. ايه السلاك ده؟ منتج عندنا برضو تاني بيكمل الاناسيليم، بيجبر العضلات ان هي تحرق من الدهون اللي حواليها. كويس. فتديكي الشكل الجميل ده، تدي الديفاين الحلو في شكل الجسم، تدي الفي شيب. تمام؟ طب حد تاني بيجي يقول لي مثلا بالله يا دكتور انا بحب الحلويات. بحب الحلويات في المجمل. مش هو لوحده والله. أيوة. طب انا حضرتك جيتي قلت لي كده هعمل ايه؟ هقول لك طب دلوقتي انا عندي سكر اسمه سكر سيسل. السكر ده لو حطيته في الفرن ما بيحصلش فيه مشاكل. كويس. ممكن نعمل بيه كل الحلويات عادي خالص، فاكلنا الحلويات بدون ما ناخد مشاكل السكر. كويس. السكر بتاع سيسل مش بيمتص، بيدي طعم الحلو على اللسان، يجي المعده، المعده ما بتمتصهوش. زي الانسيلين بالظبط، المعده مش بتمتص الانسيلين، الجسم بيتخلص منه. اوكي. تمام؟ سيسل برضو بيدي طعم الحلو من غير ما الجسم يمتصه، فبالتالي ما يديش سعرات حراريه عاليه. يستحمل الفرن عادي خالص، نعمل بيه حلويات كل حاجه. سكر دايت للناس اللي عايزه تقنن. وعايزين نعمل بقى حلقه بجد. نطلع نعمل وجبه او نعمل حلويات بسكر سيسل. اوكي. هتلاقي نفس الطعم بالظبط بتاع السكر، والمعيار بتاعه سهل جدا، الكيس بمعلقتين. ما لسه قايله، ولا نحط كيسين على الكيك دي بس كده باربع. والله فعلا هتديكي نفس الطعم الحلو.
مين اللي قال لك سيسل ومين قال لك سيلاك ومين قال لك انسيليوم؟ الدكتور. الدكتور عشان كده احنا في شركه اون تارجت على طول هتلاقي الارقام ظاهره على الشاشه اهي. احنا عايزين بقى ان حضرتك تقول لنا الاول الارقام ونعرض الاول الصفحات تمام. وبعدين نخلي مره ثانيه لاصدقائنا هينضموا لينا. بص يا فندم احنا عندنا الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي تقدر تكلمنا على طول هتلاقي دكتور بيتواصل معاك او حتى تبعت لنا على الواتساب هتلاقي برده دكتور تواصل. انا عايز اكد قوي على حته الدكتور ديت. دي الميزه عندي، دي قوتي، دي اللي مخليني رقم واحد في السوق المصري. في دكتور بيرد. تمام. ده بالنسبه للارقام. كويس. عندنا صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك عندنا صفحتين، صفحه باسم اون تارجت فارما دي صفحه الشركه، وصفحه تانية باسم خبيره التغذيه نهال حافظ. كويس. دي الماستر بتاعت الدكاتره عندنا اللي تبدا تقول مثلا انت دكتور شاطر في السكر هتتابع الحاله ديت، انت دكتور شاطر في الضغط هتتابع الحاله ديت، دكتور شاطر في الغدد هتتابع الحاله ديت. يعني دي دكاتره متنوعه في التخصصات لجميع الحالات. مش بس كده، والدكتور نهال حافظ بتتابعهم وبتتابع حالاتهم وده تارجت بالنسبه لك. طبعا انت خس 5 كيلو كويس، عايزين الاسبوع الجاي يخس اكتر وتبدا تتابع مع الحاله، الموضوع مش مجرد ان هو تخسيس بس. اوكي. اخر حاجه صفحه التواصل الاجتماعي على الانستجرام اسمها اون تارجت فارما. كويس، هايل جدا. طب اسمح لنا احنا ناخد تليفون معانا يا دكتور. معانا روان. روان اهلا. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء. السلام. وعليكم السلام يا فندم. ازي حضرتك والدكتور؟ الحمد لله، الحمد لله بخير يا فندم. اتفضلي لو ليكي اي استفسار او حضرتك عايزه تقولي اي حاجه اتفضلي. انا بشكر الاستاذه نهال. اوكي دكتور نهال حافظ، اهلا وسهلا. وبشكر الاستاذه شيري. دكتوره. أيوة. شيري ودكتوره نهال. تمام. بشكرهم جدا. انا كان وزني 95. ايوه. وبعد كده تعاملت مع الدكتوره نهال. اخدت الكورس اول مره نزلت 10 كيلو. تمام ممتاز ما شاء الله. لفتره قد ايه؟ في فتره قد ايه مدام روان؟ انا اخدت في الاسبوع 6 كيلو مره واحده. ما شاء الله ما شاء الله. الاسبوع الثاني خدت فيه الاربعه، يعني ما كملتش الشهر بصراحه. طيب ما شاء الله. في ضغط سكر؟ طب أي دكتور بيسال حضرتك. طب اتفضلي يا دكتور اسال. معلش انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ في عندك اي مشاكل صحيه؟ ضغط سكر حاجه زي كده؟ لا 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 مش موجود. حلو. طب الحمد لله. طيب تمام تمام ممتازه الحمد لله. طيب كده انت حضرتك هتكملي لسه لانك عايزه توصلي لوزن معين لسه ما وصلتيلوش ولا ايه الاخبار؟ انا وصلت 70. وصلت 70 لحد دلوقتي ما شاء الله، وبكمل مع حضرتها برضه لسه مكمله. طيب ان شاء الله على خير. هي كانت مشكله حضرتك في ايه؟ في شراهه الاكل ولا الوزن كان زايد ومش عارفه تتعاملي معاه؟ هو كان سرعه في الاكل، باكل كتير مش عارفه اتعامل معاه، مش عارفه اوقف. وكانت سرعه الاكل عاليه عندي. اوكي انا بشكر حضرتك جدا لمداخلتك يا مدام روان، والله شكرا ليكي. طبعا شكرا دكتور نهلا جدا جدا، لاني انا الصراحه ما كنتش مصدقه ان انا حصل للوزن دوت بصراحه. الله يبارك لها. ان شاء الله. طب الحمد لله يا فندم، ميرسي لذوق حضرتك جدا، شكرا ليكي يا فندم لمداخلتك. اتفضلي نستكمل بقى. سالتها سؤال مهم. في ضغط في سكر ليه؟ عشان دكتور شيري انا عارف ان هي شاطره في موضوع الانسولين ريزيستنس، الانسولين. هي مش عارفه، ممكن ما تعرفش ان عندها مقاومه انسولين. عرفناها منين؟ بحب الحلويات كتير. وطب ببدا بسال حاجات معينه، في باتشات سمراء مثلا في جسمك، في زوائد جلديه، اعملي تحليل معين. لما بقرا الموضوع ده ببدا دكتوره نهال اللي شكرتها في الاول، دكتوره شيري الحاله دي بتاعتك، عشان كده انا سالتها السؤال ده. اوكي طيب مستكمل بقى يا دكتور، احنا خلاص اتكلمنا عن الجزئيه بتاعه الانسيليوم واول الحاجات المساعده اللي حوالين بقى الكورسات المتنوعه. جميل قوي. قول لنا بقى في ايه تاني؟ يعني احنا دلوقتي احنا عندنا الكورس متكامل، زي ما نقول هو فستان. احنا داخلين على الشتاء بيبقى عندنا مشكله في المشروبات شويه. حلو قوي. صح الكلام؟ مش مشكله خالص. ما بقاش عارفين نشرب. اخد بقى قرفه، في ناس عندها ضغط. اخد جنزبيل، الناس ضغطها هيعلى. طب اخد مش عارف ايه، فاحنا عايزين نعرف الناس دول يتعاملوا ازاي. حلو. يعني الناس دول بقى اللي عايزين ياخدوا حاجات مشروبات طبيعيه يعملوا ايه؟ وليه احنا في الشتاء بنحب نشرب؟ ليه؟ عشان الجسم تتدفى، عايز طاقه. انا عايز ايوه، ما انا عايز اجيبها بالطريقه البسيطه. عايز ادي سكراتش من الاول، يعني حاجه كده من الاول خالص. طيب جسمك في الشتاء عايز يتدفى. حلو. تمام. فقدامه حلين، يا اما يا فندم دخلي اكل من بره عشان اتدفى ومشروبات، يا اما يحرق من اللي عنده. الجسم بيحب الانتخ. طبعا. فدخلي من بره. فبالتالي الانسيليم في الشتاء هيطلعك من الشتاء انسان مختلف تماما. بكل بساطه حضرتك او حضرتك جيتي بالليل في ليالي الشتاء الدافئه وعايزه تتدفي،
هتاخدي مشروب الانسيليوم هيفيدك في حاجتين. اول حاجه هيدي البالون في المعده فهيحسسك بالامتلاء فمش هتاكلي ولا هتشربي السحلب والمغات اللي بيدفيه وفيه سعرات حراريه عاليه. مش بس كده، الانسيليوم احنا حاطين فيه سكر الاناناس. اوكي، فانت لو حضرتك عايز تشرب مشروب مسكر ده في الانسيليوم، يعني عندك الطعم ده طبعا انت بتحبه. طب عايزين نروح لحته ابعد كمان. واحد بعد ما اخذ كده كل الكلام ده راح يطلع حلوه قوي بصراحه. صريح قوي انا على فندم. طبعا لازم تدوقها سخنه بقى يا دكتور. واحد مش عارف كمان يكبح شهيته وعايز مشروبات، عندك سكر سيسر حضر بيه اللي انت عايزه واشرب عادي. مثلا برتقال حليه بسكر سيسر، هو المفروض اصلا ما يحليهوش، بس ناخد الحاجات اللي هي بتوجعهم زي الشاي زي القهوه، المشروبات السخنه دي بتفرق معاهم قوي في السكريات. حليها بسكر سيسر. فاللي انت عايزه، انا مش عايز اخدك وادخلك منطقه معزوله، انا عايزك تعيش حياه ادميه عادي خالص، ما تحسش ان انت في ستريس وانا عامل دايت ولازم مثلا قاعد مع اصحابك في قهوه. اوكي. كله لا اصلا انا عامل دايت، نزل كوبايه ميه. لا يعني يبدا الكيس من جيبك، خليك بس كيس معاك في جيبك او في عربيتك، حليلي بالسكر ده. ايوه. طالعين نتعشى بره، هتتعشى معاهم، هتاخد الانسيليوم قبل العشاء عشان لما تيجي قدام الوجبه الكبيره هتاكل مقدس. انت مش قادر بقى. انت من نفسك لسه خدت 5-6 معالق رز، خدت ربع فرخه وانا مش قادر. تمام. فبالتالي الموضوع ما بقاش حرمان، ما بقاش ستريس، ما بقاش لود، الموضوع بقى سهل جدا. انت بتاكل الكميات البسيطه اللي احنا بنحددها لك او اللي انت حتى بتحددها لنفسك. لا بس احنا هنا في نقطه، انا ليه قلت الاثنين؟ انا ممكن احدد لك نص فرخه وانت كتير بيقول لي انا مش قادر اكل نص فرخه، احطها فين؟ اسمع كلامي بس معلش، كل نص فرخه الاخر عشان انا عايز جسمك، مش عايزك تخس وخلاص. ما يهمنيش اصلا يخس بصحه برضو، ما يهمنيش الميزان. اوكي. يعني انا ميزاني كان 95 بقى 80، ده دي لا تعني لي اي شيء. اللي يعنيني ان انت تعمل لي ان بودي، الاقي دهونك نزلت وعضلاتك زادت، فيبقى شكلك حلو. تدي الشيب الرياضي سواء للراجل او للست. وفتره الانسيليوم بيعمل ان بودي كل قد ايه يا دكتور؟ انا لو عندي مثلا كل شهر ما عنديش اي مشاكل خالص. اوكي تمام. مش اي مشاكل خالص، لو عايز كل اسبوعين يبعته لي انا ما عنديش اي مشاكل. انا الموضوع فيه فليكسيبيليتي، فيه مرونه لا تتخيلها. اوكي. طب كلمنا عن الاطفال بقى، بما ان النهارده كان معانا مكالمه اكتر. الفتره دي فتره دراسه، تركيز مهم قوي. احنا بصراحه بنبقى اصلا مسحولين كامهات في مرحله الدراسه كويس. فما بالك بقى في حاجات الاكل، وكمان لما يبقى عندك طفل عنده مشكله وانت عايز تساعد فيها، والوقت ما بقاش، يعني الدنيا بقت صعبه جدا. الاطفال او الولاد اللي في سن البلوغ مش يعني كل حاجه بيناقشك لازم يقتنع. حلو قوي. نعمل ايه معاهم بقى دول؟ انا ليه النهارده طالع مع شيف عظيمه؟ اوكي. بكل بساطه انا شايف حضرتك بتتكلمي على الهواء، بتدي بدايل صح. حضرتك النهارده عامله سلطه طعمها حلو قوي قوي، وعلى فكره فيها كميه بروتين غير طبيعيه. الفاصوليا دي فيها كميه بروتين عاليه قوي. قلتي على الهوت دوج اللي هو الكورن دوج، قلت لهم ممكن نعمله بطريقه صحيه بكذا. هنا بقى المايند سيت، او هنا الفكر اللي انا عايز اوصله للام انها تغذي بيه الطفل. ان مش كل حاجات الدايت سلطه خضراء وخيار وطماطم، ده مش دايت. الدايت حلو قوي. الدايت انا ممكن اكل لحضرتك الحاجات اللي حضرتك عملتيها بشكل دايت وصحي وجميل. بس ابقى عارف انا سعراتي اليوميه اللي هتدخل لي قد ايه، وابقى عارف اتعامل معاها. خدتي الانسيليوم من غير ما تعرفي سعراتك الحراريه. اوكي. بكل بساطه انت اصلا مش هتقدر تكمل اكلك. فانا هنا ليه طالع مع حضرتك؟ بكل بساطه حضرتك بتدي البدايل الصحيه اللي انا كمان بساعدك فيها، اللي هو عاملين كيك في سكر دايت. انا اكل قطعه كيك عادي. حضرتك عملتي الكورن دوت، بدل ما نقليه ممكن نعمل كذا، بندي بدايل. ايوه. فالدايت ما بقاش زي زمان، كان زمان الموضوع صعب شويه. عشان ما كانش عندنا الثقافه الكافيه. صحيح. دلوقتي الانترنت خلى العالم كله بقى اوضه وصاله. صح. فالموضوع عادي خالص. لما تيجي تقولي لست بيت شوفان وباودر شوفان، يعني بالعربي الشوفان، دقيق الشوفان، دقيق الشوفان، اوكي دقيق الشوفان، مش هتستغرب عادي، هتروح عند العطار هتجيب دقيق شوفان تعمل بيه الكلام ده. ايوه طبعا. بكل بساطه. ايوه. فالعمليه بقت سهله. فبالنسبه لي الطفل اللانش بوكس بتاع المدرسه بتاعه او حتى اكله في البيت انا اقدر اتحكم فيه. صح. انا اللي بفتح الحنفيه وانا اللي بفتح، انا اللي بقفلها. الطفل مجرد بيعكس رؤيتك. فانت اللي هتقدري تتحكمي في طفلك. الموضوع بيبقى شويه صعب على الاطفال عشان الانسان الكبير بقى قدامه هدف. بالنسبه لي الطفل هو هدف اول في شركه اون تارجت فارما. ليه؟ لان حته الهدف دي انا بحط له بالانسيليوم. الطفل عايز ياكل، عايز يشبع غريزه. صح.
طب انا هشبعك الغريزه بالانسولين، هشبعك. بس حلو ده، مش انت عندك مشكله في الشبع؟ هشبعك. كويس. الجزء بقى الثاني الاكل الصحي ده على الام، على الام. بس احنا مشكلة. كمان انتوا بتوجهوا طبعا. يعني انتوا بتدوا البلان للوجبات اللي تتاكل ويبقى فيها متنوع وكل. ايوه احنا عندنا مشكلتين. مشكله ان الطفل بيجوع على طول وبينزل في بريك عايز يجيب لا حاجات، بيرجع البيت بعد ما بيذاكر ساعتين بس يقول انا جعان على طول. طبعا ففي مشكله في الطفل. انا هسد له الشهيه بالانسولين، وامن جدا للاطفال، وعملنا قبل كده مبادره رئاسيه لسنه الاطفال. موضوع انا قلت لك انا معاك في المبادره الثانيه كلير. اكيد طبعا. موضوع كلير عندنا، الاطفال امن جدا الحمد لله. تمام. الجزء الثاني توعيه الام بالحاجات اللي تديها لطفلك. هنا بقى دور الشركه عندنا، الفريق الطبي، عشان كده احنا بنقول الانسولين بتاعنا لايف ستايل، حياه. حاجه للطفل، وكمان توعي امه ليها وللطفل. كويس. قولي لي انت بتعملي اكلك بايه؟ بعمل بكذا، بقلي بكذا، بزيوت. طب انت عارفه ان السمن الطبيعي احسن من السمن المهدرج؟ طبعا. السمن الصناعي. طب يا دكتور انا ممكن احسبها لك اديكي انت صغير. حاجه حلوه كده اي حد ممكن يتعلمها يفهمها بسهوله. قول انا بقى عايز اعرف قبل ما نعرض الصفحة. عايز اعرف السمن ده هيقعد في جسمي ولا جسمي يتخلص منه بسهوله؟ امسكيه في ايدك. لو ساح كده ساح في درجه حراره جسمك. اوكي. كده جسمك يتخلص منه بسهوله. لو تشكل على ايدك زي السمن المهدرج خلاص جسمك مش عارف يتخلص منه. اي ست بيت تعرف تعمل اللعبه دي. حلو ده يا دكتور، معلومه حلوه دي. شايفه المعلومه الحلوه دي؟ عندنا قدها الوفات. كلمينا بس على الارقام. انت عارف ان احنا كنا بنعرف بالطريقه اللي حضرتك بتقول عليها دي ان السمن ده مغشوش طبيعي. ولا طبيعي؟ صح. ليه؟ لانه لو تهدرج ينشف طبعا، عشان بياخد نسبه هيدروجين وبعدين بيرجع على فكره يتسيح، فبيحصل ال حاجه اسمها اوكسيديشن بقى. قصه هي قصه الدهون المتحوله اللي بتسبب قصه حزينه كده وبتعمل تصلب. قصه حزينه قوي يعني. ففي الاخر عشان تعرفي المعلومات السهله ديت عندنا ثلاث طرق عشان تعرفي بقى المعلومات ديت وتحجزي بيها الكورس الانسيليا. الارقام الظاهره على الشاشه اللي انا بتكلم عليها من اول الحلقه. تكلمنا على التليفون. ايوه. تكلمنا على الواتساب، هتلاقي فريق طبي باكد عليه المره المليون بيتابع عشان ما اقولكش سمك لا. ايوه زي اللي اتقال في اول حلقه، هتلاقي دكتور يفهم. أيوة. ويقنعك ليه. وعندنا صفحتين. أيوة. صفحه على الفيسبوك اسمها اون تارجت فارما، الصفحه الثانيه مهمه جدا صفحه خبيره التغذيه نهال حافظ. تمام. يا دي وفي الاخر خالص صفحه الانستجرام. صفحه باسم اون تارجت فارما. هايل جدا. طيب قولي لنا بقى نصايح كده سريعه دكتور، المشروبات اللي احنا عايزين ندعم بيها الولاد كعصاير اثناء فتره اليوم الدراسي بس. حلو. ادينا بقى كده حاجات لطيفه وقولي لنا برده المشروبات اللي موجوده في الشركه. هقول كلام زعل شويه. طب قولي هقول لحضرتك ليه. قول. انا بالنسبه لي ياخد برتقانيه احسن لما يشربها. عشان ياخد كل الالياف والحاجات اللي فيها. حلو. جميل جدا. مش بس كده. عشان تطلع كوبايه برتقال حصل كم ثمره؟ ثلاثه ممكن لو كبار او اربعه. طفل لو اخد ثمره واحده هيشبع. شفت بقى الفرق؟ صح. بدل ما اخد اربع برتقانات عشان اخد كوبايه، بالنسبه له اسمها ايه؟ كوبايه. وبقى ميه بالنسبه له. اوكي فهمتك جدا. دي كوبايه. حلو ده يا دكتور. بس لو كل برتقانه لو هيقعد ويقشر وياكل ويطلع مش عارف الطلبيات منها، لو هياخدها كل فوائدها بقى، ده غير بقى الفوائد بتاعتها الفايبرز اللي فيها. العصير بيفقد من غير الثمره. اي مظبوط بالظبط. فحته يعني دي برده من الهنس اللي احنا بنديها للام. حلو. بلاش مشاريب كتير، اديله الفاكهه زي ما هي. حلو ده. تمام. دي اول نقطه. طب انت بقى كأم عايزه برده تديله مشروبات حاجات زي دي، اعتمدي على الحاجات الطبيعيه اكتر من الحاجات الصناعيه. اوكي. عايز يعني يبلع يعني ممكن ايه؟ بلاش مثلا العصاير اللي هي المعلبه. انت اعملي عصير في البيت. اوكي. بسكر سيسل. ماشي. عايزه حاجه تدفيه اديله الاول انسيليم، ولو جدع يشرب حاجه تدفيه. ماشي. حلو ده. انا بشكرك يا دكتور جدا بجد. يعني اسمحولي طبعا اشكر ضيفي اللي شرفني ونورني النهارده دكتور احمد نوبل، اخصائي التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه لدى الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. نورتني وشرفتني. نور حضرتك. وما تغيبش علينا يا دكتور. ده على طول يا فندم. واسمحوا لي طبعا اشكر حضراتكم متابعينا ومشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. ومن هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.